بعد ساعات من انتهاء الهدنة الإنسانية وعودة دولة الاحتلال لدك قطاع غزة بحرا وبرا وجوا، عشرات آلاف الأردنيين ومنذ 7 أكتوبر كانوا يعبرون عن غضبهم ودعمهم للمقاومة بهدنة أو من دون هدنة. عشرات الآلاف انطلقوا بعد أداء صلاة الجمعة والغائب في المسجد الحسيني وسط العاصمة الأردنية عمان في مسيرة مؤيدة للمقاومة الفلسطينية. المشاركون بهذه المسيرة رفعوا يافطات تؤكد بأن المعاهدات والمفاوضات والتطبيع لم يحرر الأسرى، وإنما حررتهم المقاومة التي هي الخيار الوحيد لتحرير كامل أرض فلسطين التاريخية ضفة وقطاعا. المشاركون بهذه الوقفة هتفوا للقسام، وهتفوا للملثم أبو عبيدة، وهتفوا للضيف والسنوار، وأكدوا بأنهم مشاريع شهداء في سبيل القضية الفلسطينية ودعما للمقاومة. وفيما تؤكد الأردن بموقفها الرسمي استنكارها لاستمرار وعودة العدوان الإسرائيلي لدك قطاع غزة، مؤكدة بأنه يفاقم كارثة إنسانية بطبيعة الحال، إلا أن الشارع الأردني ما زال يؤكد دعمه للمقاومة ويؤكد دعمه للقضية الفلسطينية، مؤكدا بأن المقاومة هي الخيار الوحيد لتحرير كامل فلسطين التاريخية. لينا قرعان، تراتي عربي، عمان.